أينما كنتم مشاهدي بلقيس، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. طوال ليالي رمضان نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج الإنساني المسابقاتي، والذي من خلاله نعرض لكم عديد من قصص الكفاح والنجاح، ويسردها البرنامج طبعا عبر مشاريع تنموية في الداخل تسلط الضوء على قصص ملهمة تجسد كفاح اليمنيين ومعاناتهم. أهلا وسهلا بكم. رغم أن القرن 21 يسمى أو يعرف بعصر العلم، إلا أن هذه التسمية قد لا تتناسب مع الواقع في اليمن، فالكثير من المحافظات لا تزال بعيدة عن اللحاق بركب العلم. ينتقل التعليم في كل دول العالم نحو مزيد من الاعتماد على التكنولوجيا، أما في اليمن فإن هذا الأمر لا يزال يلقى الكثير من المعوقات والصعوبات. ينتقل العالم الآن للحديث عن أمية الحاسوب، فيما وفي اليمن لا يوجد لدينا إحصائيات حقيقية لهذه المشكلة، ولكنها في كل الأحوال تمثل مشكلة خطيرة تضاعف المسافة الفاصلة بين اليمن وباقي العالم. برنامج حيث الإنسان في هذه الحلقة يحاول تقديم صورة أخرى لكيفية محاربة الجهل في إحدى المحافظات النائية، وتعزيز قدرة اليمنيين على التعامل مع نافذة العلوم في هذا الزمن. تضاريس هذه الأرض تعيدنا إلى تاريخ بعيد، إنها دولة سبأ، قرية لا تجذب الانتباه عند النظرة الأولى. تقع وسط مدينة الجوبة في محافظة مأرب، لكنها على صلة بالسد الشهير، حيث نشأت الحضارة التي عرفها العالم منذ آلاف السنين. تاريخ بعيد على قرية نائمة أسفل جبل السحل، فعزلة الجرش هادئ تبعد مكانياً عن سد مأرب 150 كيلومتراً، وتبعد زمنياً عن الحضارة السبائية بآلاف السنين، أما الآن فتبعد عن الحضارة العالمية بمسافة لا تقدر بزمن. قبل عامين وفي يوم المعلم تم تكريم هذه المعلمة على مستوى المحافظة. هناء معلمة نشيطة وتعمل بجد، تم منحها جهاز حاسوب. أرادت مدرسة النور التي تعمل فيها جعلها تؤدي مهام السكرتارية، لكن عدم إتقانها للحاسوب كان المشكلة. أسبوع كامل من الذهاب إلى المدينة والعودة منها لتعلم الكمبيوتر. التعب الذي نالها جعلها توقف هذه الفكرة، فالمسافة إلى المدينة بعيدة. جددت في العمل الوظيفي التربوي، أعجب الكادر التوجيهي التربوي تعب عملي، فتم تكريمي حاسوب أو لابتوب في المدينة على مستوى المحافظة. عدت به إلى البيت وأنا الحمد لله فرحين بتعلم الحاسوب واستخدمه، لكن لم أتفوق بهذا يعني ما قدرت أتعامل معه. قررت أن أسجل في مدينة أتعلم الحاسوب. رحت للمدينة
جلست فترة يعني حوالي أسبوع بعد مسافة ما يقارب يعني مسافة من قريتي إلى محافظة مأرب تبلغ حوالي ساعة، والظروف تحكم. أنا في تربية معلمة وشتي أتعلم حاسب ما انطبقت عندي، لذلك الفتاة ليست مثل الشاب، الفتاة ضروري من محرم وسيارة تبعها، لكن الشاب يطلع على الخط ما شاء الله وبيصل لها هناك بسرعة، لكن احنا ضروري ارتباطات محرم معها وسيارة نجيز والظروف تحكم بهذا الحساب. قررت ورجعت. إلى هذه المدرسة يتوافد مئات الطلاب والطالبات. مقررات دراسية متعددة من بينها مادة الحاسوب. حتى عهد قريب لم يكن تعليم الحاسوب ضمن المقررات الدراسية، ولم يكن للطلاب هنا حظ في التعرف على كيفية استخدامه والعمل به، فالمدرسة خالية من أي معمل. أعرف الكمبيوتر شكليا لكن عمليا ما أعرفها شيء، لأن إحنا ما نمارسه، ما في ما شيء وسائل للتعلم هنا، معامل مثلا ولا دورات، وأنا كطالبة ما أقدر إني أدرس حاسوب ودرس في نفس الوقت. أشتي تعلم الكمبيوتر من أجل توفير الفرص في المستقبل، بعد ما أخلص الدراسة طموحي إني أدخل في الجامعة أدرس. أشتري الكمبيوتر عندما ما أتعلمه إني يساعدني في البحوثات في احتياجات الجامعة. إذا أشتري أدرس إدارة أعمال مثلا في الأسواق التجارية، أشتري أتعلم على هذا الهدف. إذا كان أبو الألف يساوي نص تمام، فإن أبو الاثنين ألف يساوي فرع. أنا نشتري من حل هذه المسألة. إذن كيف يمكن أن يتعلم الطلاب والطالبات الحاسوب في ظل هذا الوضع؟ مادة الحاسوب موقفة في مدرستنا بسبب عدم وجود معمل، وإذا درست جانب النظري ما الفائدة من الجانب النظري بعدم وجود تطبيق عملي. مشكلات كثيرة التي تواجه الطلاب في عمل التعلم، ومنها الجانب العملي. المنهج العلمي الحالي أكثره يركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، ونحن نستقر المعامل سواء معامل علمية أخرى يعني كيميائية أو غيرها أو معامل حاسوب. كان هدف لدينا ان احنا نسعى الى ايجاد معمل يستفيد منه الطالبات او الطلاب او المعلمين او جميعنا نحن نستفيد من هذه المهاره. لم تكن المدرسه وهذا المعلم قادرين على منح طلاب وطالبات مدرسه النور الثانويه غير الشعور باهميه دراسه الحاسوب، اما التطبيق العملي فهو غائب. Thank you.
يوفر الإنترنت فرص عمل كثيرة لمن يجيد استخدامه، لكن هنا في مأرب وفي هذه القرية بالتحديد لن يستفيد أهلها من هذه الفرص المتاحة. عندما تحتاج هذه العزلة إلى شغل وظيفة تتعلق بمهام الحاسوب، فإن عليهم أن يستقدموا أحداً من خارج القرية. في العشر السنوات القادمة ستجعل أمنية الحاسوب الإنسان خارج العصر. حاولنا جاهدين أن نوجد معمل حاسوب تعليم مهارة الحاسوب بسبب معاناتنا نحن مع استخدام الحاسوب، سواء إداريين أو معلمين، طلابنا الذين تخرجوا وطالباتنا يعانون الكثير منهم، يعانون في البحث العلمي في مجالات كثيرة. نطلب من الجهات المانحة التركيز على مدرستنا بشكل عام، مدرسة محورية مهملة من جميع الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني الداعمة في هذا المجال. هذه الرسالة من برنامج حيث الإنسان. الأعزاء طلاب مدرسة النور الأساسية الثانوية بالجرشة، يسعدنا كثيرا أن نمول مشروع إنشاء معمل الحاسوب والإنترنت في مدرستكم، وأن نكون جزءا من قصة نجاحكم. بلقيس. سيتم إنشاء معمل الحاسوب في هذا الفصل. لاستكمال تعليم الجيل القادم وإكسابه بعض المهارات التي تؤهله لمواكبة العصر والمعرفة، قدم برنامج حيث الإنسان هذه المساهمة إلى مدرسة النور. معمل للحاسوب، 15 جهازاً مكتبياً وبعض التجهيزات اللازمة لعملية التعليم. سيشكل هذا المعمل النافذة الأولى أمام الفتيات للدخول إلى العالم الرقمي. جهز برنامج حيث الإنسان المعمل بجميع متطلباته، وستكون مهمة الإدارة تعليم الطالبات ومحو أمية الحاسوب في هذه القرية النائية. بعد هذا المركز لن يكون عليهم أن يستخدموا أحداً، ستشغل فتيات من هنا هذه الوظيفة. تجربة بسيطة لكنها قد تنقل القرية إلى واقع أفضل. الآن أصبحت حفيدات بلقيس قادرات على الدخول إلى العالم الرقمي، ومن هذه الشاشات سيعرفن كيف يسير العالم. إذن نافذة علم وأمل من قلب الصحراء في محافظة مأرب، حيث عشرات الطالبات والطلاب يتطلعون للعلم والمعرفة ومواكبة العالم الحديث. مبروك لطلبة مدرسة النور، وعقبة لباقي المدارس التي لا تزال بلا معمل حاسوب حتى الآن. كانت قصة اليوم إذن من محافظة مأرب، وأنا أود التعليق فقط على تعليق لأحد المشاهدين معنا عبر البث المباشر على الفيسبوك، الأخ علاء عثمان المخلافي، يقول: نريد تصوير حلقة لبعض أبناء تهامة فهم أسوأ من يعاني في اليمن.
يا صديقي، كانت الحديدة واتهاما في أولويات برنامج حيث الإنسان، وكنا نتمنى أن نتواجد هناك وأن نصور بعض المشاريع والقصص من محافظة الحديدة ومن إقليم اتهاما، لكن للأسف بسبب الأوضاع وظروف وصعوبات أمنية منعت طاقم قناة بلقيس من التواجد هناك وتصوير بعض القصص وحالة خوف لدى البعض هناك من تواجد برنامج حيث الإنسان وقناة بلقيس، لكن نحن نتمنى أن نتواجد في الحديدة وأن تكون ضمن اهتمامات برنامج حيث الإنسان، فالجميع يدرك لطبيعة الوضع هناك، وإن شاء الله في العام القادم نتمنى أن نكون هناك في الحديدة وتحضر بعض القصص من الحديدة على شاشة بلقيس. الآن مشاهدي الكرام، سنبدأ معكم في استقبال اتصالاتكم على أسئلة هذا الجزء المخصص من برنامج حيث الإنسان للتواصل والمشاركة معنا في المسابقة اليومية من خلال أرقام البرنامج الموجودة معكم على الشاشة، وبالتأكيد تفاصيل وإجابات الأسئلة هي من قصة الليلة من محافظة مأرب. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. شهر مبارك علينا وعليكم جميعا. من معي؟ هدى محمود. من؟ هدى محمود. هدى محمود، من أي محافظة يا هدى؟ من عدن. من عدن. هدى، تابعت القصة؟ أيوة والله. في مدرستك في معمل الحاسوب؟ أيوة. يعني لا ما في حقنا المدرسة. أيوة. في أنت الآن في تدرسي في المدرسة أو تخرجتي أو؟ أنا قد خلصت. بس أيام ما كنت في المدرسة كان في معمل حاسوب؟ أيوة كان في. تفاجأت أنه في عام 2020 ما زالت في بعض المدارس ما فيها جهاز كمبيوتر في اليمن؟ كيف؟ ما سمعت. صوتي واضح عندك؟ إيه؟ صوتي واضح؟ تسمعيني؟ أيوة بس ضعيف قليل. أيوة. طيب بطرح لك السؤال مباشرة، السؤال المسابقة بما أن صوتي مش واضح عندك. السؤال: ما اسم العزلة التي تم إنشاء مشروع محو أمية الحاسوب فيها؟ عزلة القرشة. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000. سلام. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو. وعليكم السلام. من معنا؟ ألو. أيوة. كوثر ناصر عبد الله. لو تعيد لي الاسم. ألو. ألو. أيوة، اسمك؟ مش واضح عندي الاسم. كوثر ناصر عبد الله. كوثر؟ عندي كوثر ناصر عبد الله. كوثر؟ أنا الصوت عندي مش واضح. يا كوثر، لو تقفي في تسمعيني؟ كوثر، لو توقفي في مكان فيه تغطية أحسن. ألو. أيوة. كوثر، لو توقفي في مكان الصوت يكون فيه أوضح، التغطية أوضح. الصوت مش واضح. صوتي مش واضح عندك ولا صوتك واضح عندنا؟ طيب. أيوة. ألو معك. طيب كوثر، بسألك السؤال وإن شاء الله تسمعي. كم عدد الأجهزة التي ألو كوثر؟ كوثر؟ طيب سقط الاتصال. اتصال آخر. ألو. 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 أيوة. ألو. أيوة. معك عبد الرب. عبد الرب من؟ عبد الرب عدنان. عبد الرب عدنان، من فين عبد الرب؟ من حيث الإنسان، من عدن. عبد الرب من فين؟ من عدن. من عدن، عبد الرب عدنان من عدن. كم عمرك يا عبد الرب؟ عبد الرب كم عمرك؟ عمري 12. 12. طيب عبد الرب، وطي صوت التلفزيون اسمعنا من التليفون. عبد الرب دخل متحمس وسقط الاتصال، يمكن خلص رصيد عبد الرب. طيب اتصال آخر. ألو. طيب ألو.
الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ معك وضاح قيس سعد التميري. وضاح قيس، من فين يا وضاح؟ من صنعاء. من صنعاء، حياك يا وضاح. نعم. طيب وضح، تابعت الفيلم؟ ايوه تابعته. طيب كم عدد الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر التي تم تجهيز بها المعمل الحاسوب في المدرسة؟ كم عدد الأجهزة؟ 15 جهاز. كم؟ 15 جهاز. 15 جهاز، مبروك عليك 50,000 ريال. الله يبارك فيك. يلا مبروك لك، تستاهل. طيب الآن مشاهدين الكرام نذهب ونختار ثلاثة فائزين، ونبدأ بأول فائز عن سؤال حلقة أمس، وكان السؤال ما اسم الحي الذي يسكن فيه عبد الجلال مع عائلته؟ ما اسم الحي الذي تسكن فيه عائلة عبد الجلال؟ وكانت الاختيارات الثلاثة، الاختيار الأول حي بيرباشا، الاختيار الثاني المسبح، الاختيار الثالث الكوثر، وهي أحياء متواجدة في محافظة تعز. الإجابة الصحيحة الاختيار الثالث، حي الكوثر. وصلتنا إجابات بعدد 46,114 رسالة، عدد الإجابات الصحيحة 31,436، وللأسف 14,678 رسالة خاطئة تم إرسالها بشكل خاطئ للبرنامج، واختيار أيضا إجابات خاطئة. الآن سنجري السحب ونختار الفائز الأول معنا بجائزة 50,000 ريال عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 3. مبروك لصاحب الرقم 7-3-6-0-0-9-7-0-6. مبروك إذا لصاحب الرقم 7-3-6-0-0-9-7-0-6. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم الظاهر معكم على الشاشة، أول 50,000 عن سؤال حلقة أمس، وأيضا سنختار فائزين خلال هذه الحلقة، والجائزة 50,000 ريال لكل فائز. لدينا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ سمير حسين أبو بكر من عدن. سمير حسين أبو بكر من عدن. سمير أبو بكر من عدن. لا لا، سمير حسين أبو بكر. يعني مش سمير أبو بكر. يعني مش سمير أبو بكر. سمير حسين أبو بكر. سمير أبو بكر يعني، تمام. أيوة 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 من عدن. طيب سمير لو سمحت وطي صوت التلفزيون أولاً. ما مند مر التلفزيون. تمام. أول مرة تشارك في اتصال في قناة أول مسابقة؟ مرة شارك في أول مرة شارك في برنامج حياة الإنسان. نعم. وفي التلفزيون بشكل عام؟ بالتلفزيون بشكل عام. نعم صحيح. يعني باين من الدخلة يا سمير. ها حياك الله حياك الله. طيب لأنه أنا قلت لك سمير أبو بكر تقول لي لا، سمير حسين أبو بكر ما ينفعش، اسم الوالد لازم يكون موجود بالتلفزيون يطلع معنا. حياك الله. حياك يا سمير. تابعت القصة يا سمير؟ تابعت. نعم. طيب سؤالي لك، ما اسم المدرسة التي تم تجهيز المعمل فيها، معمل الحاسوب، ايش اسم المدرسة؟ مدرسة النور. مدرسة النور. ونور عليك، مبروك لك 50,000 ريال، اجابتك صحيحة. مبروك. حياك حياك الله استاذ. تشكر تشكر، ربنا يحفظك. شكرا لك. شكرا لك سمير حسين ابو بكر من عدن، مبروك لك 50,000 ريال. اتصال اخر. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ حمدي صادق ورحان. تعيد اسمك؟ حمدي صادق ورحان. صادق فرحان الأب والجد، لكن اسمك أنت ما سمعتوش. حمود. حمود صادق فرحان. حمزة. حمزة صادق ورحان. حمزة. أيوة حمزة. طيب حمزة من أي محافظة؟ من تعز. من أي مديرية في تعز؟ من شرعب صح؟ أيوه. من شرعب؟ أيوه. كيف عرفت أنا أنك من شرعب؟ صح؟ كيف عرفت أنك من شرعب؟ ما أدري. لأنه اللقب فرحان. صح؟ لأنه لقبك فرحان، فاسم فرحان مشهور كثير في شرعب، كثير ناس من شرعب يسموه فرحان. ما حدش يمزح مع شرعبي، لا تتعصب علي. تمام تعال حمزة. تابعت القصة؟ تابعت القصة؟ تابعتي. طيب سؤالي لك، إحدى المدرسات في المعمل
في المدرسة، إحدى المدرسات قالت تتمنى أنها تتعلم الحاسوب لكنها ما قدرتش تتعلم الحاسوب، ما استطاعتش لأنه في صعوبات معينة أمام المرأة بشكل عام وأمام المدرسات وهذه المدرسة أنه تتعلم الحاسوب. ليش؟ إيش الأسباب برأيك؟ سؤالي لك، إحدى المعلمات المدرسات في المدرسة قالت أنا كنت أود أتعلم الحاسوب لكن في ظروف منعتنا من تعلم الحاسوب كمدرسات، إيش هذه الظروف؟ لأنه كان بعيد، كانت جزء مواصلات ساعة. يا سلام عليك، المسافة بعيدة، واحد، والثاني، السبب الثاني؟ السبب الثاني كان يعني لأن حرمشتي لنا حرام ما تقدرش يعني. يا سلام عليك، الظروف الاجتماعية. يا سلام عليك حمزة صادق فرحان من تعز، مبروك لك 50,000 ريال. وأنا بعدن. أنت بعدن، من شرعب وفي عدن، تمام. يلا أي خدمات؟ يلا مع السلامة يا حمزة. طيب اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. من معنا؟ معكم أم محمد من عدن. أم محمد؟ أم محمد من عدن. أم محمد من عدن. أم محمد من عدن. طيب أم محمد، بس يعني ينفع تضيفي اسم آخر جنب محمد علشان بس وقت الاتصال بك عشان الجائزة؟ طيب أنا سجلت يعني اسمي كامل بالكنترول. تمام، طرحت اسمك كامل بالكنترول، أوكي. طيب أم محمد، سؤالي لك، أين كان يذهب من يريد تعلم الحاسوب في المنطقة، في هذه المنطقة في مأرب، اللي يشي يتعلم الحاسوب فين يروح يدرس الحاسوب ويتعلم؟ أين كان يذهب؟ يعني يذهب خارج المنطقة أو إلى منطقة بعيدة، إلى مدينة أخرى. أيوة، إلى فين في محافظة مأرب في منطقة كانت يذهب إليها للتعلم؟ يذهب إليها للتعلم. منطقة يذهبوا إليها في تعلم الحاسوب. منطقة يذهبوا إليها في تعلم الحاسوب. ولا ترى في تحت الحاول يسمين. ألو. تتغشش الآن. أيوة. أنا أصلاً تابعت بداية ال. تمام، أنت الآن أم محمد من كنت تسألي؟ ها؟ من كنت بتسألي؟ من اللي كان يساعدك قبل قليل؟ في حد يعني من البيت كان يسمع القصة. أيوة، إيش قال لك طيب؟ هم سمعوا يعني بداية القصة صراحة، عندنا يعني كذا وشوشة وهذا نسمع بداية القصة، يعني كيف مثلا ما تعلموش الحاسوب يعني كان. هو أنت الآن جاوبتي صح، إنه اللي في المنطقة والقرية يشي يتعلم الحاسوب يروح لفين؟ يعني دائما أهل الريف. مكان بعيد بالنسبة. أيوة أيوة، بعيد منهم المكان، صحيح. دائما أهل الريف لما يشي يروح يعمل حاجة يروح دائما لفين؟ لسوق المدينة، للسنتر. إلى المدينة. لفين؟ إلى المدينة أكيد. أيوة، إلى السنتر حق المدينة. إلى فين يعني؟ إلى الجامعات يعني مثلا في المدينة تدرس الحاسوب. تمام، خلاص أنا أعتبر لك الإجابة صحيحة. تمام؟ نعتبر الإجابة صحيحة، مبروك 50,000. شكرا. عفوا. طيب مبروك. اتصال آخر؟ طيب نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني والسؤال. وقيمته 50,000 ريال. سؤال أمس كانت الإجابة الصحيحة رقم 3، والآن سنختار فائز من بين 31,436. رسالة وصلتنا بشكل صحيح وإجابة صحيحة، اختار الاختيار الثالث. بسم الله، الفائز الثاني معنا. مبروك لصاحب الرقم 775-865-859. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر معنا على الشاشة 775-865-859. مبروك إذا لصاحب الرقم 50,000 ريال يمني. مبروك. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، السلام عليكم. ألو. من معنا؟ السلام عليكم. من معنا؟ ألو. أيوة، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من حضرموت. من حضرموت، بس اسمه. أيوة، يوسف محمد سير من حضرموت.
شوقي محمد سيف. توفيق. نعم. توفيق. نعم. توفيق محمد سيف. من حضرموت القطن. من القطن في حضرموت. طيب اسمك توفيق. نعم توفيق محمد سيف. توفيق محمد سيف. نعم. من توفيق محمد سيف من القطن في حضرموت. كيف حالك يا توفيق؟ كيف حالك يا توفيق؟ حياك وابقاك. تابعت تابعت الفيلم؟ نعم. طيب سؤالي لك، ما اسم الجبل الموجود في القرية؟ ها؟ قرية؟ نعم. أيوة، إيش اسم الجبل الموجود في القرية؟ ذكرت هذه المعلومة في الفيلم، إيش اسم الجبل؟ جبل الساحل، جبل الساحل. يا سلام عليك، والله إجابة صحيحة، 50,000 تستاهل. يا توفيق. نعم معك. والله إنك بطل، والله هذا كان سؤال صعب، أنا كنت ناوي أغير لك السؤال. جزاك الله خير. كتبت المعلومات أنت عندك أو كيف؟ نعم معك. كاتب المعلومات. حياك وأبقاك. طيب مبروك لك، مبروك. فاتح الصدى ويسمعني متأخر ومعانا. نعم. نعم. كيف؟ من أول رمضان وأنا اتصل ما تجي. طيب تمام، مبروك لك 50,000 ريال، وفي تأخير في الصوت يعني. شكرا لك يا توفيق، مبروك. والنقطة التي أود أوضحها للمشاهدين، عندما تسمعونا من التلفزيون يكون هناك في تأخير في الصوت تقريبا 10 ثواني و15 ثانية، فبتسمع بعض المتصلين يجاوبني على السؤال اللي قبل السؤال اللي سألته. صعب المهم، ومبروك لك، كان سؤال صعب وأنا كنت ناوي أغيره أنه ما اسم الجبل الموجود في المنطقة، لكن توفيق حاضر ويبدو أنه سجل ودون المعلومات التي كانت معنا في الفيلم. طيب اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ الأخت إيهاد من عدن. اسمك يبدو صعب. إيهاد. إيهاد. أيوة من عدن. إيش معنى اسمك يا إيهاد؟ مش عارفة. كيف مش عارفة؟ يسموك كذا اسم ما تعرفيش ولا تسأليهم ولا شيء. بالعكس، لا أنا مش تعرف، بس أنا أتابعك من أول البرنامج وما مسك معي الخط. اليوم مسك معك الخط. اليوم مسك معي لأن الكهرباء طافي. أيوة. طيب أنا بسألك سؤال، إيش معنى اسمك؟ إيهاد. مش عارفة. ما ينفعش، لازم تسأليهم تقول لهم ليش سميتوني هذا الاسم. طيب إن شاء الله بسأل. إن شاء الله بنسأل. بتسألي مرة ثانية إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب على العموم هو الاسم جميل إيهاد. وسؤالي لك، السؤال، كم المسافة ما بين القرية ومركز المدينة؟ والله ما فيش مساعدة، ان الكهرباء عندنا طافي. طيب كيف نعمل الان؟ لازم انه اللي يتصل ويشارك معنا يكون تابع القصة. انا اتابعكم من اول حلقة بس الخط ما مسك معي. طيب ما انك تتابعينا من اول حلقات، اذكروا لي حلقتين او قصتين من اللي جاءت في البرنامج. قصة تميم لصناعات الكعك. ايش اسمها صانعة الكعك؟ تميم. اسمها؟ تميم. تريم. ألو. تميم تميم. تامي. ايوه. تامي. طيب والقصة الثانية؟ القصة الثانية حق المدرس صاحب تعز اللي كان يبيع المكسرات. ايش اسمه؟ والله نسيت اسمه. طيب اذكري لي قصة ثالثة كمان. القصة الثالثة حق الطفل اللي كان يعاني من الفصول في المدرسة صاحب مأرب. ايوه. طيب صحيح. يلا مبروك لك، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا شكرا شكرا، ألف ألف مبروك. مبروك مبروك 50,000. اتصال آخر. ألو. طيب يبدو أنه انتهت الأسئلة أو المخصصة للمشاركة. الآن سنجري القرعة ونختار الفائز الثالث. الفائز الثالث معنا عن سؤال أمس وكانت إجابة صحيحة رقم 3، مبروك لصاحب الرقم.
7700691 4. مبروك إذا لصاحب الرقم 7730691 4. مبروك لصاحب الرقم الثالث والظاهر معنا على الشاشة. مبروك إذا للفائز. والآن سنعود ونذكركم بالأرقام الثلاثة للفائزين معنا عن سؤال حلقة أمس. إذن مبروك للفائزين الثلاثة والأرقام معكم على الشاشة 7360097006 والفائز الثاني 7758565859. مبروك للفائز الثالث 7700096914. في البث المباشر أحد الإخوة الأخ فهد علي يقول لأصحاب الكنترول جعل لكم صاروخ يطعف ربكم. ليش يا جماعة الخير؟ يعني بسبب ضغط الاتصالات، يعني نحن مخصصين 3 أرقام للتواصل المباشر معنا وبنستقبل كل الاتصالات نحاول، بس ما بيحصلش لأصحاب الكنترول أي ضرر معنا مترس. فيعني يعني عيسى مستعد تدافع عن البقية صح؟ مبروك مبروك إذا والله. والشباب في الكنترول يعني نحن بنحاول نبذل جهد كبير، يعني زملائي في الكنترول ربما هذا اللي ظهر معكم على الشاشة، لكن في عمل جبار في برنامج حيث الإنسان. تقريبا يعني يمكن أكثر من 90 شخص اشتغل في هذا البرنامج ما بين المشاريع الميدانية في اليمن وأيضا هنا في تركيا لعمل مونتاج القصص وتظهر معكم على الشاشة وأيضا في البث المباشر. ربما الزملاء كلهم يخلصوا الفطور لأنه هنا في تركيا يأذن الساعة 8 وشوية ونطلع في البرنامج الساعة 9، فدائما نحن حريصين نتواجد معكم. والأخ فهد يقول يجعل لكم صاروخ يطعف في ربكم. المهم سنحاول التواصل معكم يوميا، لديكم فرصة للفوز والمشاركة معنا يوميا بالإجابة على السؤال المطروح من خلال واتساب. جرب يا فهد وكل المشاركين الذين يرغبوا بأن تكون لديهم فرصة، فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط بدون أي إضافة على الرقم الخاص بالواتساب، ربما يكون لك نصيب. وأيضا حاول وقت اتصال البرنامج أن تشارك وتكون معنا. إليكم سؤال حلقة اليوم. السؤال معكم على الشاشة، كم تبعد عزلة الجرشة عن سد مأرب؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 150 كيلومتر، الاختيار الثاني 250 كيلومتر، الاختيار الثالث 300 كيلومتر. أرسل رقم الإجابة التي تعتقد أنها صحيحة، إما 1 أو 2 أو 3 فقط. أرسلوا الرقم فقط، يعني لا ترسلش لا 150 كيلومتر ولا 250 كيلومتر ولا 300 كيلومتر، فقط أرسل الرقم فقط حتى تدخل معنا في السحب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن تقريبا وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان. غدا نلقاكم في حلقة جديدة على هواء مباشرة على شاشة بلقيس في موعدنا اليومي معكم 9:05 على شاشة بلقيس. شكرا لتفاعلكم وتواصلكم معنا ونلقاكم في الغد، كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير.
بحكايات تأخذنا.